هاي النتيجة النهائية، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، والله يرزقنا جميعا إن شاء الله ويرزقكم معي. لو سهلة فيكم متابعين الكرام، اشتريت منتجات من ماركت فايل. صراحة هالماركت أول مرة بزوره ولا أشوف شو محتوى. هلا أغلب المنتجات تشبه بعضها في كل الماركتات، بس هون عجبني محتوى الشيبس كتير كتير، مختلف النكهات والأحجام والأشكال وأسعاره مقبولة كتير. رح تشوفوا بنهاية الفيديو كمان الفاتورة اللي اشتريتها وقيمتها بالضبط كم. ويلا نشوف مع بعض شو اشتريت محتويات بهالكياس. شوفوا على أنواع هالشيبسات وهالتغليف الرائع لهالكيس. تغليف ولا أروع من هيك، إن شاء الله يكون شكله مثل هالتغليف. حتى أشكال الشيبس نفسها مختلفة كتير عن بعضها، مثل ما شايفين رقائق، طبوش، طرابيش، طرابيش مفتحة، طابات، مثلثات، ناتشو. كمان في عنا شايفين كل أنواع وأشكال شرائح البطاطس من ماركت هراس، ومن الماركت طبعا هو فايل بس من شركة هراس إذا شفتوه بغير أماكن. فإذا صار عنا كل هالأشكال وهالألوان للبطاطا. شايفين يا جماعة كم شكل وكم لون، وكل واحد بفرق عن التاني نهائيا. هذا أجمل شيء، إنه كل نكهة حتى شكل البطاطاية بيختلف عن التاني. رح نتابع معكم باقي الأكياس ونبلش بالكيس التاني. رقائق دوار الشمس كتير طيبين. مخلل طبعا، ما كله اكلات يعني، بده يكون في شيء للاكل، للمطبخ، للطبخ. ميك شيك نكهة الكوكي، شيء جديد صراحة اول مرة بجربه رح يكون. كورن فليكس، بس شيء جديد صراحة بالفواكه المجففة، رح يكون اكيد اسطوري ومغذي جدا. كمان لاحظوا ماركة هراس، هاي الماركة كتير عالمية ومشهورة كتير بتركيا، وشكلها منتجات جودة عالية جدا. كيس تاني كمان كورن فليكس، اشتريت اثنين لانه سعرهم مقبول كتير، يعني واحد ب20 وواحد ب28، يعني اسعار رخيصة جدا. طبعا بحكي بالليرة التركية. طون وكمان طون، هذا بزيت الزيتون. طريقة فتح علبته سهلة وسريعة جدا رح تكون. إذا هذا الكيس الثاني، رح ننتقل معكم للكيس الثالث والأخير. أكلات الكيس الثالث، هذول بيشبهوا هذوك اللي فرجتكم ياهم يلي بيدور شمس، بس هذول عبارة عن قراص ذرة أو قمح بالتوابل، شي كتير طيب. هدول مشاريب جديدة صراحة، أنا شفت النكهات غريبة، يعني فريز وليمون نكهة غريبة. هاي عبارة عن ليمون أخضر وليمون أصفر، وهاي أغرب نكهة صراحة، أناناس وجوز هند، عبارة عن فيتامين سي ومعادن، يعني أفضل من شراب الطاقة. حليب، يعني نشتري شي مفيد كمان، شو نشتري كله غير مفيد. آيس تي، وأهم شي هذا الأندومي يلي تقريبا مفقود بكتير محلات،
فهذا المحل موجود عنه بكثرة جدا. اندومي نكهة الحد، طبعا هي بتيجي على شكل الشعرية المقلية، يعني ما بتتاكل بالمي، بتتاكل ناشفة. واندومي نكهة صوص الصويا، كمان هاي النكهة انفقدت كتير، وهي رجعت لقيت منها بهذا المحل. وأخيرا هذا النوع من البسكوت، بسكوت كثير طيب ولذيذ، شوفوا شكله كيف، عبارة عن أصابع مغمسة، شي فاخر على الآخر. وتعالوا نشوف إذا النتيجة النهائية شو صار هاي عنا. النتيجة النهائية، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، والله يرزقنا جميعا إن شاء الله ويرزقكم معي. طبعا هالأكلات يعني أنا لا يعتبر تبذير، لأنه هالأكلات بعتبرها لأسبوعين أو 3 أسابيع، لأنه أنا بالشغل وما فيني كتير أشتري، ما كتير بفضى. وهي النتيجة النهائية للفاتورة، المبلغ الإجمالي لكل شي شايفينه 418 ليرة تركية، يعني على الدولار بتعمل هيك. ولهون أصدقائي بكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، ما تنسوني من الدعم واللايكات والاشتراكات، ومع السلامة.